في مصر حيكون في ثمن للزواج الثاني، زي ما سمعتوا بالضبط، ثمن للزواج الثاني. فمجلس الوزراء المصري وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم أحكام عدة، منها الخطبة وعقود الزواج، بحيث أنه مشروع القانون يلزم الزوج في حال أنه لو حيتزوج مرة ثانية باختار زوجته أو زوجاته اللي على عصمته، ويكون الاختار بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. يعني المهم، وبحسب مشروع القانون فالزوج كمان سيتم معاقبته بالحبس في حال إخفاء زيجته الثانية. كمان الزوج المخالف عليه غرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه. ومشروع القانون هذا طبعا بشكل عام من وقت الحديث عنه عمل ضجة، وزاد الموضوع تدخل الأزهر. فأمس طلع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعارض هذا المشروع، وانتقد العقوبة المقترحة على الزوج إذا لم يبلغ زوجته بزواجها من أخرى، ودعا إلى إعمال الرحمة والتفاهم والود مع الأمر. طيب، العموم، من القاهرة تنضم لنا المحامية والحقوقية جواهر الطاهر. أهلا فيك معنا أستاذة جواهر، إيش رأيك في هذا المشروع؟ يعني اهلا بحضرتك. هو طبعا ده مشروع مسرب، يعني احنا مش عارفين الحقيقه هل هو مشروع القانون ده موجود في البرلمان وقدمه مجلس الوزراء ولا لا. ولكن اذا ده مشروع القانون اللي موجود دلوقتي ما بين ايدين اللجنه التشريعيه في البرلمان، فدي مشكله كبيره، لان مشروع القانون مش بس فيه فكره عقوبه للزوج اللي هيتزوج على زوجته من غير ما يختارها بزواجه، لا، في اشكاليات تانية كتير. ولكن لو هنتكلم عن النقطه دي تحديدا الخاصه باختيار الزوجه الاولى، هو القانون الحالي موجود انه المفروض يختار الزوجه الاولى، ولكن ده ما بيتمش، لان في الاغلب الزوج بيكتب عنوان غلط، فبالتالي ما بيروحش للزوجة وما بتعرفش ان هي زوجها تزوج عليها. الحاجة التانية اللي موجودة في مشروع القانون وفيها إشكالية كبيرة فكرة الإثبات. أنا دلوقتي عرفت ان جوزي اتجوز عليا وعايزة أتطلق، فأنا عليا عبء الإثبات ان أنا هرفع قضية اسمها التطليق للضرر للزواج بأخرى. ايه الضرر اللي وقع عليها؟ هي لازم تثبت الضرر اللي وقع عليها سواء مادي او معنوي. طبعا دي اشكاليه كبيره جدا، لان نساء كتيره جدا ما بيقدروش ان هم يثبتوا الضرر ده، فبالتالي يعني فكره زواجه باخرى بحد ذاتها ما تعتبر قانونيا ضرر. محتاجه شهود. انا ما سمعتش السؤال. فكره زواجه باخرى بحد ذاته لا يعتبر ضرر؟ بالظبط، ضرر طبعا، اكيد في ضرر معنوي بيقع على الزوجه الاولى، ولكن المفروض انها ترفع قضيه وتثبت الضرر ده اثبات بكل اشكال الاثبات طبعا. والقضيه دي بتاخد سنين في المحاكم، مش اقل من سنتين ثلاثه، فبالتالي النساء بيقتصروا الطريق. ليه ارفع قضيه طلاق للضرر؟ هتاخد مني وقت، هاخد حقوق القانونيه بعد ما تحكمني في المحكمه، ولكن هاخد وقت كبير قوي في المحكمه، فبالتالي انا بلجا لقضيه خلع، عشان قضيه الخلع بتاخد من 6 شهور لسنه، وتنازل عن المؤخر والمتعه في سبيل ان انا بس اطلق من الشخص ده. يعني استاذه جواهر، موضوع فرض القانون لو هو بالشكل ده في مشكله، بس موش مثلا موضوع انه فرض عقوبه على الزوج اذا لم يخطر زوجته بزواجه من اخرى، هذا مش حيكون رادع لما يكون في غرامه وكذا؟ اعتقد ان هو لما الرجاله هتخاف من الفكره دي هيضطروا ان هم او هيلجأوا للزواج العرفي الغير موثق او الزواج الغير رسمي، فبالتالي انا بفتح باب لاشكاليه تانية. زي ما الستات بيلجأوا للزواج العرفي عشان لا تسقط عنهم حضانتهم لاطفالهم، فبالتالي برضو الرجال ممكن يلجأوا للزواج العرفي عشان زوجاتهم ما يرفعوش عليهم قضيه، او ان هم ما يبقاش عليهم عقوبه او غرامه ماليه بالشكل المحطوط في مشروع القانون. لو الحكومه او البرلمان المصري عايز يحل الاشكاليه دي، انا مش بطالب بتقييد تعدد الزوجات، ولكن بنطالب بتنظيم تعدد الزوجات. ليه ما نخليش الزواج بأخرى بإيد المحكمة؟ يعني الزواج يبقى بإيد المحكمة. أنا عايزة أتجوز امرأة أخرى، إحنا مش بنقول لا ما تتجوزش،
ومش بنقول ده خالص طبعا، ولكن بنقول ان انت روح قدم طلب للمحكمه، وده يمكن مقترح موجود حاليا في البرلمان المصري، يمكن من البرلمان الدوره اللي فاتت، ان الماده بتقول ان يقدم طلب للمحكمه. الطلب ده بيقول ان هو عايز يتجوز زوجه اخرى ويرفق بالطلب ما يفيد ان هو قادر ماليا وجسديا ان هو يعول اكثر من اسره. والمفروض ان القاضي بيطلب الزوجه كمان في المحكمة عشان يسألها هل هي موافقة تكمل حياتها مع زوج هيتزوج عليها زوجة تانية ولا لا. لو هي رفضت فبالتالي ايه الداعي ان انا اخليها ترفع قضية في المحكمة للتطليق بالضرر؟ لا، في نفس الجلسة المفروض القاضي يحكم لها، او ان هو مثلا يديها مهلة تفكر، ما يبقاش في ساعتها هي هتبقى مصدومة طبعا ان جوزها مقدم طلب للمحكمة ان هو هيتجوز عليها، وممكن تاخد قرار سريع يعني قرار ناتج عن غضب. ممكن القاضي يديها مهلة 3 شهور او 6 شهور على حسب ما تبقى موجودة يعني ومقررها القاضي، ان هي تفكر وترجع له تاني تقول له مثلا انا موافقة وخلاص هعيش بالشكل ده، او مش موافقة ومحتاجة ان انا انفصل عن الشخص ده وآخد حقوقي كاملة في نفس الجلسة، ما اضطرش ان انا ارفع قضية في المحكمة وافضل ادفع فلوس لمحامين وافضل رايحة جاية على المحكمة وفي نفس الوقت يعني خلاص تكون ولازم اثبت الضرر وفي نفس الوقت تكون عرفت انه هو حيتزوج عليها وما في داعي لموضوع غرامة وما غرامة او اخفاء الموضوع او الزواج العرفي وما الى ذلك. بنشكرك على هذه المداخلة، كانت معنا من القاهرة المحامية والحقوقية جواهر الطاهر، شكرا لك.